إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده الذي اصطفى ولكافة الخلق أرسله، والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويراه، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع أحدكم على بيع بعد، فكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح فقال: أيها الناس، فإن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها. يا أيها الناس، رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أحمد في مسنده عن أبي نضرة أنه قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنن وهو على بعير يقول: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجم ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، خيركم عند الله أتقاكم. هذا وقد قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا ولقد علمت يا إنسان، وكلنا ذلك الإنسان، أن الناس يوم القيامة صنفان: صنف مقرب مصان، وآخر مبعد مهان، صنف جمعت له الرغائب والآمال والأسرة والحجال، وصنف أعد له السلاسل والأغلال والأراقم والصلال وضروب الأهوال والأنكال، ولم تدر من أي صنفين أنت ولا في أي الفريقين كنت. وأخرج البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورفعه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة، وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وذلذ بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجدوا ذلك عند الله وخيرا وعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين، الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهل من كان في هلاكه راحة المسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين، واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وذنا وباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرية، واشف عنا من البلاء ما لا يكفه غيره. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.